من اللحظات الأولى للتظاهرات يعني أنا راقبتها وجزء منعتها أنه كان أكو حضور إلى العشائر، وكانت أكو قرارات أيضا مهمة للعشائر، حتى هذه القرارات وقفت بوجه الدولة وحتى هذه اللحظة. هل ما زال الدعم العشائري للثوار والمنتفضين مستمرا؟ نعم إن شاء الله الدعم العشائري موجود والثوار من أول يوم الانتفاضة لهذا اليوم، وشفنا هنا احنا هسه مثل بالساعات يعني كل عشائر موجودة، يعني تعد البدراج ومضيفة كنانة الشويلات البو محمد الدفافعة، كل العشائر هي موجودة مضايفة وشوخة موجودة مساندة يد بيد مع الثوار حتى تحقيق المطالب. اليوم المطالب ما تختصر على فد موضوع، اليوم احنا مضيعين وطن، احنا وطننا ضاع بين احزاب وميليشيات تابعة لجهات خارجية. احنا الوضع وصل حده بعد، احنا السكوت كافي، احنا ملينا مجاملات ملينا مستحى، الوضع بعد ما ينسكت عليه، الوطن ضايع وكل العراق اليوم واقف بوجه الاحزاب. الاحزاب هاي مو عراقية، الاحزاب هاي جاي تاخذ اوامرها من الخارج، كل من شايف له دوله وياخذ خطاباتها من عندها وتعليماتها من عندها. اليوم كل الشعب منتفض، الشيوخ والشباب وساده ومعممين كلها بالساحات الطالب بالحقوق، نريد وطننا، وطننا مبيوك. يو نوقف وقفه وحده ونرجع وطننا لو كل شيء ما يصير بعد. هذا الوضع يعني صار كلش. انا من اخاطبك بلغه العشائر شيخنا، يعني تكاد ان تكون الثوره الحقيقيه بتاريخ العراقيين هي ثورة العشرين أكيد. اللي ضد أكيد. ضد الاستعمار الإنجليزي. وهاي الثورة أدارها العشائر والمرجعية. اليوم أكو ثورة أنتوا تديروها شباب وعشائر والمرجعية الدينية في سبيل الخلاص من ظلم كبير، أنتوا منتبهين لخطورة وأهمية الدور الذي تلعبونه الآن في هذه المرحلة؟ تدركون تمام الإدراك أن المرحلة تحتاج إلى مواجهة وإلى قوة وإلى صلابة؟ احنا اليوم النادي بالسلمية، سلميين طالعين بيدنا علم عراقي، النادي ونوقف بوجه الرصاصة ونوقف بوجه الدخانية ونوقف بوجه الخطف والاغتيال اللي جاصل عليه من برا. وعندنا اعطيك دليل انه اكو شيوخ تم اغتيالهم وتم استهدافهم، اخر شيخ انه شيخ الآل الزيرج ذبوا عليه عبوا بابيته، شيخ حيدر محمد كثير وشيوخ آخرين. هذا تهديد للشيوخ من قبل ميليشيات وأحزاب. هذا العمل ما يخوف الناس، بالعكس يزيدهم إصرار حتى تحقيق مطالب. عندنا مطالب، وطن ضايع نريد استرداده، واليوم الشعب بشيوخه وعشائره واقف في ثوار.